لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الأسترالي، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في قطر. وسيكون المنتخب الفرنسي على موعد مع مواجهة قوية ضد المنتخب الأسترالي، وذلك على أرضية ملعب ستاد الجنوب. ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب التونسي ومنتخب الدنمارك، بالإضافة للمنتخب الأسترالي. وتنطلق المواجهة بين كلا المنتخبين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. للإشارة المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قنوات بي إن سبورتس الأولى والثانية.